وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالأخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا. وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 05-01-78-55-36. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما وصل إلى البرنامج من أسئلة. هذا سائل يا شيخ يسأل، يقول: نلحظ في نهاية العام أن بعض الناس يجتهدون فيرسلون عبر الواتس أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي: هذا آخر يوم من السنة، أو هذا أول يوم من السنة، فعليك أن تفعل كذا وكذا، أو عليك أن تختم أو تبدأ العام بالتوبة أو بالصيام أو بالتسامح والعفو، فما توجيهكم حول هذه الوسائل وهذه الرسائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا للأسف أمر ملاحظ، أنه يكون في آخر السنة من يأتي من يقول ب توجيه الناس بأن يجعلوا آخر يوم من السنة الصيام، أو يجعل أول يوم من السنة القادمة أيضا أن يصوم. كل هذه من البدع التي ابتدعها الناس، وهذه لا أصل لها. ولذلك أيضا العبادات يجب المسلم دائما، أو يقول اجعل لك في آخر السنة توبة، أو في بداية السنة توبة، أو تخلص من الحقوق، أو غيرها من ما يرسل عبر هذه الرسائل. أيضا هناك من يقوم بالتحسر على مضي الأيام والأزمنة، وأيضا يقوم بالنياحة وغيرها من العبارات التي للأسف أنها تسيء للناس، وأيضا تقلل من أيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا تسبب أيضا القنوط عند بعض الناس. هذا لا شك أنها من الرسائل التي تزعج الناس وتكثر للأسف في آخر السنة وفي أول كل سنة. ولذلك إذا نظرنا إلى التوبة، وهو يأمرنا أن نتوب في آخر السنة أو في أول السنة، نقول التوبة في كل أوقات السنة وفي كل ساعاتها وفي كل دقائقها. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوبون من قريب، يبادرون بالتوبة. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا إصرار عندهم، دائما التوبة يجددونها في كل أيام السنة، ولا يحتاجون أن ينتظروا إلى أول السنة أو إلى آخر السنة لكي يتوبوا ويجددوا التوبة. أيضا الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أيضا لعباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمغفرة الذنوب من الله سبحانه وتعالى لعبده إذا تاب في كل أوقات السنة، فالمسلم دائما يبادر بذلك. نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستغفر ويتوب في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة. فكيف يأتي هذا ويجعل التوبة في آخر السنة أو في أول السنة، أو يريد أن يذكر الناس بهذه الطريقة؟ بل إذا كان يذكر في جميع أيام السنة، ولا يصلح أن يخصص عبادة أيضا خاصة، يقول بعضهم إذا يعني حتى يحسبها بالساعة، وهذا وجدناه وأيضا نظرنا إليه، يقول أنه يبدأ قبل الساعة 12 مثلا بالصلاة، فتكون صلاته أيضا آخر الليل جزء في السنة هذه وجزء في السنة الأخرى. السنوات هي أيام، وهذه مجرد هي تحديد يعني حددت، وليس المقصود فيها أن كما يقول البعض أنها تطوى الصحائف في آخر السنة. هو يقصد أن المعنى في ذلك أنك تجعل في صحيفتك في آخرها تختمها، والصحيح أنه لا تختم الصحائف في آخر السنة، إنما
هي في كل أيام، يعني في كل أيام السنة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وكل ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الصحائف تطوى في آخر أيام المرء عندما يموت تطوى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتاب يلقاه منشورا، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعث الله الرسول وبين لنا الأحكام وما هو أيضا مباح لنا وما هو محرم، فيجب المسلم أن يلتزم بأيضا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للبعض يعني ينظر إلى التقويم، التقويم هو أمر حادث، التقويم وتحديد الأيام والسنوات هي أمور حادثة، هي ليس مقصود بأنها تطوى الصحائف في أول السنة أو في آخر السنة كما يظن البعض. فلذلك ينبغي المسلم أن يبتعد عن مثل هذه الرسائل، وإن كان قد مضى يعني هذا الأمر وحصل ما حصل، ولكن من حصل من عليه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكرر مثل هذه الرسائل التي يشغل فيها الناس وأيضا يحثهم على أمر لم يثبت أيضا لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه، ولم يكن أيضا من حال السلف. إنما المسلم إذا نظر إلى هذه الأيام يتذكر سرعة الأيام والليالي، وإنما هي مذكرات يتذكر بها المرء، يبدأ يحاسب نفسه، يحاسب نفسه من غير أن يقول أنها تطوى الصحائف في هذه السنة، أو أن يأمر الناس بعبادات خاصة في أول السنة أو في آخرها، ويظن أنها هذه الصحيفة إذا ختمها أنه أيضا يتجاوز عن كل ما مضى من ذلك. المسلم كما ذكرنا دائما وأبدا وفي كل مجلس وفي كل لحظة يجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى، كما كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يستغفر في المجلس الواحد ويتوب أكثر من 100 مرة. نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال عدنان من اليمن، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخ؟ حياك الله، تفضل. الله يحفظك. إذا نسي الإنسان ركعة من الصلاة وأراد أن يأتي بها، هل يكون بتكبير أم بدون تكبير؟ الله يبارك فيك. نسيها يعني أنه جلس في الثالثة ثم تذكر، يعني رفع يعني كمل الصلاة وتذكر أن عليه مثلا ركعة بعد ما انتهى من الصلاة، بعد ما انتهى يعني انصرف فتذكر أنه نسي ركعة. نعم، يرجع ويكبر ويأتي بالصلاة، لابد من التكبير، لأن التكبير هو دخول في هذه العبادة وفي الصلاة، فيكبر ويأتي بالركعة التي نسيها، ثم بعد ذلك يسجد للسهو قبل السلام. نعم. نعم، معنا اتصال الأخ عقيل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها النهارك. نعم. سؤالي يا شيخ، هل أنا إذا فضت هواية ورغبتي على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم جيت حلقت لحيتي على الصفر أو أسبلت ثوبي في الأرض جريته أو ربيت القزعة أو صبغت لحيتي وراسي بالسواد، هل أنا أكون من الذي قد عبأ؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من عبأ. قال: من عبأ يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عبأ. هذا سؤالي، الله يحفظكم. شكرا لك، بارك الله فيك. نعم، بالنسبة للمسلم عليه أن يعرف ما أوجب الله عليه وأيضا ما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام من واجبات. ولذلك إذا نظر المسلم إلى يعني ما بينه لنا نبي عليه الصلاة والسلام وما أيضا أمرنا به، فهناك أركان متعلقة ببعض العبادات، وهناك واجبات أوجبها الله علينا، وهناك أيضا شيء من السنن. والسنة لا شك أن المسلم أيضا يستحب له أن يأتي بها، وهناك أيضا مسائل أيضا خلافية اختلف فيها أهل العلم،
فإذا حصل الخلاف بين أهل العلم فأخذ أحد يعني من المسلمين سواء على المذهب الذي يذهب إليه أو رأى أن العلماء في بلده يذهبون إلى أمر من الأمور فأخذ به، فهو لا شك أنه أيضا معذور في ذلك. ولذلك الأصل في ذلك في كل عمل أننا نرجع إلى الدليل، نرجع إلى الدليل من الكتاب والسنة، فإذا ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نأخذ به. كذلك ما يتعلق بالسنن وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب أن يفرق المسلم ما بين السنن وما بين أيضا الأمور الواجبة التي أوجبها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا الدلالات التي تدل على أيضا المعنى، سواء كان في قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما يدل على الوجوب أو ما يدل على أيضا الاستحباب، أو أيضا هناك أيضا من الأمور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به، مثل صيام التتابع الصيام عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نقول أن الشخص الذي لم يفعل ذلك، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة، بأن بعض الصحابة أنه فعل ذلك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ونهاهم عن التتابع في الصيام والمواصلة في الصيام. كذلك هناك أيضا من جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أيضا أنه يحرص على أداء العبادات، فجاء ذاك الشخص الذي بين وقال بأنه يصوم ولا يفطر، والآخر كان يقوم الليل ولا ينام، وأيضا كل هذه بين النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنا أصوم وأفطر، وأيضا قال أني أيضا أقوم الليل وأنام، وأيضا بين أنه أيضا يأتي نساءه، يعني مثل ما يحصل من البعض من التبتر أو ما يسمى بذلك. ولذلك المسلم عليه أن يحرص على اتباع السنة بالدليل من الكتاب والسنة، فإذا ثبت ذلك من الكتاب والسنة وجب عليه أن يتبع ذلك، وهذا المقصود فيه إذا كان شيء من الواجبات. أما من السنن فإن الأمر متروك، مثل الصلوات فيها أركان وواجبات وسنن، وكذلك الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما أوجبه علينا وفيه ما أيضا ما هو من السنة، فلو أن المسلم ترك شيئا من السنن فإنه لا حرج عليه في ذلك. فهذه أمور يجب المسلم أن لا يسقطها على الناس، عندما يرى شخص مثلا ارتكب شيئا وهو يرى أنه يعني أن خالف فيه السنة، فيجب أولا أن لا يتعجل في الحكم على هذا الشخص حتى يسأله ويتأكد منه، وأيضا ينظر هل هذا الفعل هو أيضا الذي فعله، هل هو أيضا مخالف للسنة، وما هو دليله، ولماذا فعل ذلك. كل هذه أمور هي التي ينبغي للمسلم مع أخيه المسلم قبل أن يحكم عليه بأنه خالف السنة أو أنه عارض السنة، أو كما ذكر السائل أنه قدم هواه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو على أوامره. نعم نعم، بارك الله فيكم، ونتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مجددا، الترحيب بكم وبضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان حفظكم الله. معالي الشيخ، لماذا وضع التاريخ الهجري في محرم مع أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، ولماذا لم يؤرخ بمولده أو بمبعثه؟ نعم، التاريخ يعني جاء بعد أن جاء رجل بصك أو بوثيقة أو بحجة لعمر رضي الله عنه، وذكر أن فيها القضاء في شهر شعبان، فقال أي شعبان؟ هل هو شعبان العام الماضي أو هذه السنة أو السنة القابلة؟ فنظر الصحابة في هذا الأمر فرأوا أن يكون هناك وقت يوقتونه كي يعرفوا فيه أيضا الأعوام ويحدد فيه ذلك، فاختلف الصحابة في ذلك، فجاءت على أربعة أقوال أو أربعة أمور يعني ذكروها، والأول أن يؤرخ بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني بوفاته، والثالث ببعثته، والرابع بهجرته. فقالوا أن ما يتعلق بوفاته بمولده وكذلك ببعثته أنها لم تكن أيضا واضحة وثابتة وفيها اختلاف بين الصحابة. أما أيضا التاريخ بوفاته فإن هذا أيضا ربما يكون هو أيضا وقت حزن،
ولا يصلح أن يؤرخ، فرأوا أن يكون أيضا بهجرته إلى المدينة. والهجرة كما ذكر سالنها في ربيع الأول، ولكن الصحابة نظروا في ذلك، ولذلك نجد أن هناك أقوال كثيرة لماذا بدأوا بمحرم. قيل بأنه أول بدأوا بنهاية السنة يكون آخرها في شهر محرم، وبداية السنة يكون أيضا في محرم. وأيضا مما ذكر في ذلك أن أيضا بداية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في البيعة لما كان في مكة كانت في ذو الحجة، وكانت نيته وعزم عليه الصلاة والسلام للهجرة في محرم، يعني النية وجاءه أيضا الإذن بالهجرة أنه بدأ ذلك في محرم، ولذلك جعلوا ذلك أو جعلوا التاريخ يبدأ في محرم، ولذلك أرخ على أن يكون في محرم. نعم نعم بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. نعمة من الرياض. نعم. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش ما في صوت؟ نسمعك نسمعك، تفضلي بالسؤال. تسمعني؟ نعم نعم. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. كل وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تسمعني؟ أنا نعم سؤالك. يقدر من مويا زمزم يتروش استدسال مع استنجا؟ طيب شكرا لك. يتسأل عن ماء زمزم هل يجوز تتروش منه أن يستخدم؟ نعم أولا ماء زمزم هو ماء مبارك كما أيضا بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث مسلم عن ماء زمزم قال طعام وطعم، وجاء أيضا عند أبي داود شفاء سقم. ولا شك أن ماء زمزم ماء مبارك، ولذلك الأصل في ذلك كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعد كانوا يستخدمونه في جميع حاجاتهم سواء في الشرب أو في الاغتسال أو في غيره، فالأصل في ذلك هو الجواز. لكن في هذا الوقت وفي هذا الزمن يعني أصبح ماء زمزم مخصص للشرب، وخاصة ما يخصص ويقصد به للشرب فلا يجوز أن يستخدم إلا لما خصص له وهو الشرب. لكن لو أن المسلم يريد أن يعني يستخدم ماء زمزم من أجل الاستشفاء من مرض فيغتسل به، أو احتاج له حاجة مثلا للاستنجاء أو لغير ذلك، جاز ذلك ولا حرج في ذلك. لكن نقول أنه يجب أن لا يكون هذا هو عادة يعني يستخدمها دائما للاغتسال أو لغيره، إلا إذا كان من أجل الاستشفاء، مثلا شخص يعني أصيب بمرض وأيضا يعلم أن أيضا جاء في الحديث طعام وشفاء السقم أنه فيه شفاء فيستخدمه من أجل الشفاء فيقوم مثلا بالاغتسال به، أو لو أنه احتاجه مثلا في وضوئه وأراد أيضا أن يستنجي به فلا حرج في ذلك. لكن مما ينبه له دائما وأبدا ألا يستخدم الماء الذي سبل للشرب أن يستخدم لغير ما سبل له أو ما وضع له، فالماء الذي خصص للشرب يستخدم للشرب. أما الشخص الذي يقوم بشراء ماء زمزم مثلا بماله فيشتريه، مثلا يباع الآن ماء زمزم في بعض المحلات فيشتري هذا الماء، أصبح هذا الماء ملكا له، فإذا ملكه جاز له أن يستخدمه بما شاء، ولو كان الأصل في ذلك أنه مخصص للشرب لأنه ملك الماء وهو يريد أن يستخدمه في حاجته، فيستطيع أن يستخدمه سواء في شرب أو يستخدمه في مثلا لصنع مثلا القهوة أو مثلا استخدامه في الأكل والشرب وغير ذلك، فأصبح الماء هذا ملكا له جاز له أن يستخدمه بما شاء. نعم نعم بارك الله فيكم. أم تركي من الرياض تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال يا شيخ. نعم. أنا حجيت هالسنة وكانت نيتنا متعجلين، رمينا يوم 10 و11 و12 وانتظرنا الباص، الباص ما جانا غير يوم 13 مع صلاة العصر، وما رمينا يوم 13 على طول أخذنا ودانا للحرم. أنتم وين كنتم فيه؟ في ميناء ولا في غير ميناء؟ لا كنا في المخيم مزدلفة. في مزدلفة كنتم؟ أيه. نعم يعني رميتوا يوم 12 على أنكم تتعجلون ثم ذهبتم إلى المخيم في مزدلفة. أيوة.
ثم انتظرتم حتى جاءكم أو جاءتكم الحافلة بعد يوم، يعني يوم 13، ولم تخرجوا منها إلا في اليوم 13. نعم واضح. بالنسبة لمن كان متعجلا فرمى جمرة الجمرات الثلاث في اليوم 12 وخرج من ميناء، فإذا كان مثل ما ذكرت السائلة أنهم أو أن المخيم في مزدلفة فهي خرجت من ميناء، فنقول لا شيء عليها والحمد لله. فالمسلم إذا أراد أن يتعجل في حجه في اليوم 12 فرمى ثم خرج من ميناء أيا كان خروجه، سواء إلى مكة أو إلى العزيزية أو إلى مزدلفة أو إلى عرفة، ففي هذه الحالة انتهى حجه ولا حاجة لأن يرمي اليوم 13، فيعتبر في هذه الحالة أنه متعجل. نعم نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا يقول: ما هو أجر صيام يوم عاشوراء، وهل صيام يوم عاشوراء واجب أم سنة؟ لا، صيام يوم عاشوراء سنة. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حث صحابته على صيام هذا اليوم، وجاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام عندما قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فلا شك أن فيه أجر عظيم في صيام هذا اليوم، ولذلك جاءت الأحاديث التي أيضا تدل على هذا المعنى بأن يصوم أيضا هذه الأيام، سواء يوم عاشوراء أو أن يصوم يوما قبله أو أن يصوم يوما بعده. فالمقصود أن الأجر في ذلك هو أن من صام هذا اليوم واحتسب الأجر في صيامه فإنه يحصل على هذا الأجر العظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه أيضا ما كان منه من ارتكابه للسيئات لسنة مضت. نعم. هل يوجد سبب لصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء؟ نعم، عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك، عن سبب صيامهم، فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. فأيضا هذا فيه دلالة على أن صيام يوم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم وسأل عن هذا اليوم الذي كان اليهود يصومونه، فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكروا له هذا الحلقة أن هذا يوم قد نجى الله فيه موسى وقومه وأيضا أغرق فيه فرعون وقومه، بين أيضا أن موسى صامه شكرا لله على نجاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر عليه الصلاة والسلام بصيامه. فكان في بداية الأمر كان واجبا على المسلمين قبل أن يفرض شهر رمضان، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن يعني لم يشأ يعني لا شيء عليه. هذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب صيام النبي عليه الصلاة والسلام، وحث أيضا الصحابة على صيام هذا اليوم. ولذلك يشرع للمسلم أن يحرص على صيام هذا اليوم، ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام أيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء، فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام يوم عاشوراء. ودليل التحري أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى هذا اليوم لما فيه من الفضل وما فيه من الأجور العظيمة. نعم 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 بارك الله فيكم. طيب، ما هي الذنوب التي يكفرها صوم يوم عاشوراء؟ هل الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط؟ لا، يكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن الكبائر تحتاج إلى توبة، فالمسلم عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الكبائر. أما ما يكفر فهو الصغائر، ولذلك صيام يوم عاشوراء كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكفر السنة الماضية والقابلة، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، هذا يكفر صغائر الذنوب. ولذلك ذكر أهل العلم أن أيضا المسلم إذا صام هذه الأيام أن الله سبحانه وتعالى يخفف عليه أيضا شيء من الكبائر التي يرتكبها بهذا الصيام، و
ولكن الكبائر تحتاج إلى توبة، والمسلم عليه أن يحرص على التوبة وأن يبادر بالتوبة خاصة من كبائر الذنوب. كذلك أيضا الحقوق التي يأخذها الناس بغير حق من غيرهم من أموال أو غيرها، أو ظلم أو ظلمه أو أنه نم عليه فتسبب عليه أيضا بضرر كبير، فعليه أيضا أن يراجع من ظلمه وأن أيضا يستسمح منه وأن يعالج أيضا ما ترتب على فعله من أخطاء، فهذا لابد أن يحرص عليها المسلم. وهذه أيضا لا تكفر بصيام يوم عاشوراء. لذلك بعض الناس هداهم الله عندهم فهم يعني غريب جدا، يعني أنا سألني سائل يسأل يقول أنه إذا حج هل يرجع كيوم ولدته أمه؟ قلنا هذا نص الحديث. قال أنا قد أخذت مظالم من الناس وأموال من الناس، فهل هذا يعني أن الله يقوم بالقضاء عني هذه الديون وأنني لا أسدد هذه الديون؟ نقول لا، هذه حقوق وهي مبنية على المشاحة بين الناس، ولا يعني أنك ترجع كيوم ولدتك أمك، كما إذا تقبل الله منك هذا الحج، هذا لا يعني أن أيضا المظالم أو ما تكون أيضا قد يعني أصريت عليه من كبائر الذنوب. أما ما يتعلق بمظالم الناس فلا يكفي فيها أنك تصوم عاشوراء أو تصوم يوم عرفة أو أنك تصوم أيضا أو أنك تحج ثم تقول أني أرجع كيوم ثم تأخذ مظالم الناس ولا تسددها. نقول هذه الحالة تكون إذا كنت قد نويت أن تسدد هذه المبالغ للناس وأنت لا استطاعت عنك، يقضي الله عنك، يعني أنت النية الصادقة والعزم، ولكن أيضا لا تملك أيضا المال الذي تقوم بسداده للناس لرد أيضا حاجاتهم وأيضا ما أخذته منهم ظلما، ولا تملك ذلك وأنت تحاول وتبذل الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عن عبده مثل هذه المظالم. نعم، جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله أن يجعل هذه السنة هذه سنة خير علينا وعلى ولاة أمرنا وعلى أولادنا وعلى والدينا وعلى كل من نحب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سنة مباركة فيها عز للإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا بهذا العام وأن يجعله عام خير وبركة. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.